واجي واخوتي تسمعوا كبيسو اشنو قال. قال لكم غادي فرقع الرمانه وغادي تولي القضيه فوق راي عام ناري، ودخلنا عليك بالله. واش هذاك وجهك ولا مسلفه؟ والله اخوتي ما كتحشمو، والله ما كتحشم يا كبيسو. دخلنا عليك بالله، عاوتاني غتفرقع الرمان وغادي تخلي القضيه فوق راي عام. سمحوا لي. ايوا سيدي، اش غادي نقول لكم؟ قال لك نهيه ولا عمى سير وخليه. الا انت قاد تفرقع الرمانه وترد القضيه فوق راي عام، ها انت الله يعاونك كيف ما تيقولوا، ها القاضي ها البيرو، الله يعاونك على الافعال. خوتي خواتاتي، مساء الانوار عليكم، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير داخل الوطن وخارج ارض الوطن. شكرا لكم، شكرا لكم على المشاهده، شكرا على الاشتراك، شكرا على اللايكات اللي تيدير اللايك الله يجعلها له في الميزان المقبول. كنتمنى خوتي اللي تفرج في هذا الفيديو الله يسهل عليكم، ودائما تنقولها لكم حطوا لنا واحد لايك اخوتي ما فيها حتى شي باس، وخلي واحد تعليق. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا اخوتي خواتاتي. وغادي ندوزو دابا الكبيسو اللي كيبات في تيك توك، يا هادو قولوا لهادوك ولوحوا لنا الهدايا وكبيسو، اللهم من هادشي منكار اخوتي العزاز. قال لكم نهار الخميس غادي تفرقع الرمانه وغادي تولي القضيه فوق راي عام، شي حاجه يعني قال لك تتعدى الراي العام. ايوا الله ينجينا، والله ينجي المغرب ديالنا، الله ينجي المغرب ديالنا. حنا كنتمناو المغرب ديالنا يزيد القدام. الا كان غير الرمان غيتفرقع، راه عينا بالرمان وعينا بالتفرقع ديال الرمان، والرمانه اللي تفرقعت كنلقاوها مدوده كحلا، ما فيها ما يتلبق ما فيها ما يتكل. جمعوا علينا جواقلكم، خليوا علينا رمانكم مغمض. علاش كتخرجوا رمانكم وتفرقعوه علينا في اليوتيوب؟ هادشي كامل سببه الادسنس وسببه المداخل الشهريه، لان خوتي خواتاتي دابا هما ولفوا هاد الرمان يفرقعوه، ولفوا هاد المحاكم، لان هما اللي تيدخلوا فيهم ميمي. وعاوتاني قال تا انا نمشي ونتبدا عاوتاني الشوهه وسير واجي والمنابر الاعلاميه قدام المحكمه، وهو تيهضر وتيعطي الراي ديالو وتيضرب في الشرف ديال مرتو اللي قال لك جاتو. قول 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 قول، تيقول لولدو نقول قول، ما تقول شي، خلي داك الشيء وما نقول شي. تا هو قال لكم حتى نهار الخميس عاد غادي يفرقع لينا الرمانه، قال لك غيفرقع الرمانه، قال لك القضيه حتى غادي تولي فوق الراي العام. وما عرفناش حنا هاد الرمانه اللي غادي تفرقع وغتولي قضيه فوق راي عام، واش غادي يصنعوا لنا شي طياير غادي يكونوا كيمشيو بالهواء بلا ليسانس بلا مازوط؟ ما عرفناهم غادي يصنعوا لنا شي محتوى اللي هو غادي يخليو الناس مبهوده فيهم، غادي يصنعوا لنا مشكل وغادي يحطوا لنا عاوتاني شي حاجه قبح من داكشي البدويه وبنات البدويه اللي داروا. هادشي اللي كاين، هذا هو الرموال اللي غادي يفرقعوا لينا، وهذا هو اللي غادي يعطيو للمغاربه. هما سيدي قال لك غيفرقعوا الرمان تولي قضيه فوق راي عام. شنو هو؟ هو غيحط لنا الوسخ، غادي يحطوا الشوهه، الشيخ غادي يجي يضرب في عروسه ويقول لك جات عنده بلا شرف، جات عنده بشهاده مزوره. ايوا يا كبيسو كنخافك غادي تغرق واحد الغرقه ما غادي يفكك فيها حتى واحد، غيفكك فمك فمك. شوف فمك شنو كتقول، هادشي اللي تتقول راه خطير. نطي تهضر على الشهاده ونطي تهضر على الشرف حتى لدابا. ايوا القضيه ملي غادي تولي المحكمه انا ما نقولكش، راه قضيه تتولي فيها الخبره، تيولي فيها الطيب، ما يسحب لك شي. راه حنا في دوله كيف ما تنقولوا، رحنا في دوله الحق والقانون. واش دخلنا عليكم بالله؟ واش تحشموا ولا ما كتحشموش؟ وسير الله يهديك، وما عندك ما دير بهاد الشوهه. اولا بالحق نتوما الشوهه هي اللي تدخلوا فيها الفلوس بزاف، الشوهه هي اللي كتدخلكم ما دخل، يعني نتوما ما عندكم غرض بالشوهه، نتوما مسعدات عليكم تفرقعوا لنا الرموان، والرموان يكبر في المجتمع
والمشاهدات تزيد واللايكات يطلعوا. ايوا ايوا والمداخيل عاوتاني كتزيد تكبر وكتزيد تطلع. واش غادي نقول لكم؟ والله ما خليتو للناس ما يقولوا، ما خليتو للمغاربه ما يقولوا. شوهتو 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 اللي عندها شي رموانه هابطه تجي تفرقع في باب المحكمه. وشوف يا اللي ما عندك عينين وسمع يا اللي ما عندك ودنين. واخباركم خنزت، واخباركم خنزت وشوهتو وشوهتو في هاد مدينه فاس. سيروا الله يهديكم، هادشي اللي غاديين فيه والله ما جبد لكم للربح. وخلي خوك اكبيسو وطيبه، وخلي ولدك، سمحوني خوتي انا بغيت نقول له ولدو، قلت له خو، وولدك راه كيبغي مرتو. انا نقولها ليك والله العظيم الى ولدك تيبغي مرتو، ولكن انتم مسيطرين عليه انت وبنتك. يعني ما عندوش كيفاش يدير، حيت ما عندوش الرجوله، ما عندوش يعني ديك كيف ما تنقولوا ديك الكاريزما اللي غادي يتحداكم. هو دائما راه ولد مهمتو، خليو السيد راه باغي مرتو. انا من الحوار اللي دار عرفت بان مرتو باغيها، ولكن لا حول ولا قوه، ما عندوش ما عندوش كيف ما تنقول قلت لكم هذا الكاريزما باش هو يمشي يتحدى مثلا باه ومو اختو شي عند مرتو. لا، ولكن هو باغي مرتو. وهذا الشيء ديال المحاكم وهذا الشيء ديال الرمان راه ما جبدكمش للربح، غادي تخرجوا لنا خنزكم عاوتاني في باب المحكمه، عاوتاني الجوقه، عاوتاني المنابر الاعلاميه. صور انت نصور انا، قول انت نقول انا. ايوا ما غاديش نساليو حنا هاد العام، غادي نقابلوكم غير نتوما. وسيروا عطيونا شي محتوى اللي هو نقي، وسيروا عطيو شي محتوى اللي هو نقي. راكم شوهتوا بالجاليه اللي خارجين ارض المغرب، خليو الناس، راكم شوهتوهم وشوهتوهم. الله يعطيكم الشوهه اللي كتشوهو، اصحاب الشوهه، اصحاب اللي كتقولوا الهضره اللي هي ما كايناش. دخلنا عليك بالله، دابا انت دخلنا عليك بالله. كيف ما قالت اخوتي انسيبتو اللي عني هي اللي موين عروسو، قالت لكم مشاو مع العشره، عاود قال لك هو نايض كيتوضا يصلي. يا ويلي وندبتو خضر، يا ويلي وندبتو خضر يا عباد الله. واش كاين شي صلاه والعواشر ورمضان مع العشره؟ واش تصلي؟ واش تصلي الفجر ولا تصلي الصبح؟ هو مقواك واش لباس في تيك توك حتى نصاصاتو من الليل؟ اش بقالو؟ صافي منك، من هادوك اللي تيكونوا في تيك توك، اللي راك عارف شكون اللي تيكون في تيك توك. كبسوا كبسوا ولا تحبسوا، انا السمكه، انا هادي، انا هادي صافي. ايوا ملي كتسالي كتمشي كتنعس، ما بقى لا صلاه فجر ولا صلاه الصبح. تا كيقولها لك عقلك العشرة ولا 11 عاد تتنوض انت. هادشي قالت نسيبتك، حنا ما كناش معاك، نسيبتك اللي قالت لك مشاو مع العشرة لقاوك عاد فايق تتوضى. قالت لي هما، قالت لك ما عرف شنو يصلي، ما عرفنا شنو يصلي، عاد يصلي هو قالك الصباح الفجر زعما. ايوا واش غادي نقول لكم؟ قال لك شحال انسان، دائما تنقولها لكم اخوتي خواتاتي، راه ما عمر الانسان ما يبقى يحكم عليه امام الكاميرا يقولوا تشوفوا ديك الهضره وتشوفوا داك الهضره على الدين. راه بنادم خصكم تعاشروه، عاد الانسان حتى كتعاشرو عاد كتعرفو، اما تحكم عليه من بعيد عمركم ما تحكموش على بنادم بعيد واش مزيان ولا عيان. لا، يقدر هذاك اللي تحكموا عليه تقولوا ما مزيانش، راه هذاك هو اللي كيكون مزيان. وهذاك اللي كتبقاو تشوفوا وتشكروا وتقولوا مزيان مزيان، هذاك اخوتي راه كيف ما تنقولوا دائما تتكون غير وجه البيعه، غير وجه الكاميرا. انا باش نقولها لكم اخوتي خواتاتي، لان هذا الشيء راه ما كيأديش. واش دابا اللي خارج دابا راجل بليحيته وقال لك كيعطي الحادث وتيعطي الدين وكيهضر ويخرج يقول لك انا، تيقول لولدو انا اللي غنهضر. ويلي استغفر الله، دابا بغينا نعرفوا هاد العروسه واش كانت دايه ولدك ولا داياك انت؟ يا ربي تسمح لنا على هاد الهضره. دابا انت هو اللي عرفتيها واش هي بشرفها ولا ما عندها شرف. ايوا ولدك
بحال اللي نتوما مبزن يقول شي حاجه اللي هو اصلا عارفها ما كايناش ديك الحاجه، مبزن عليه يقول شي حاجه اللي هما اللي هو عارف راسو، لان ملي تبقاو تقولوا له نتوما قول قول تيبقاو عايت بالسم بالضحكه، يقول لكم واه خلي داكشي بلا ما نقول، خلي داكشي بلا ما نقول، وراه هادشي راه حرام، هادشي راه حرام والله الا لا حرام هادشي. الله يهديكم والله يهديكم، والله هادشي اللي غادي يوصلكم للحبس، واللي كتقول انت غتوصل القضيه فوق راي عام، هاد القضيه هادي اللي غتوصلها انت فوق راي عام راه غادي تولي تقلب عليك وغتولي تخرجوا وتشاقوا وتبكيوا كيف ما عاوتاني نتوما كديروها دائما كلكم نتوما عين السيق كديروا هاد القضيه هادي. يالله ملي انت تشوفوا راسكم وحالتو 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 كتخرجوا طالبوا وترغبوا وتقولوا الموت وسمحوا لنا وحنا غلطنا وسمحوا لنا وحنا ما عارفينش وما صحاب ليناش. ايوا لا لا صحاب ليك قال ما صحاب ليكش، راه صحاب ليك. لا انت منين خارج كتقول هاد الهضره ما عارفش، راه بان قضيه راه فيها تقدر تتولي الخبره، تقدر يعرفوا هاد البنت ديك الساعات واش كانت بشرفه ولا بلا شرف، واش كيسحاب ليكم. راه حنا فين راه حنا؟ وراه كلشي تطور وكلشي الحمد لله، يعني وصلنا رحنا تقدمنا، راه غير الله يهدي هاد الناس اللي تيوسخوا لنا المجتمع ديالنا، تيوسخوا المجتمع. الله يهديكم انا تنقولها لكم. وعاوتاني ايوا خوتي ترقبوا نهار الخميس، ترقبوا نهار الخميس قال لكم الرمان غادي تفرقع، انتم غادي تعرفوا هاد الرمانه اللي غادي تفرقع كتكون واش غتكون حمراء ولا غتكون بيضاء ولا غتكون خامجه ما فيها ما يتجمع. سمعتونا اخوتي الاعزاز، وشكرا لكم، تحيه لكم كبيره من طنجة القويره ومن احياء بقاع العالم فين ما كانوا اخوتي خواتاتي، داخل الوطن خارج ارض الوطن، خوتنا الجزائر مصر تونس العراق، يعني اي اخوتي سمحوا لي لنسيت شي بلاصه سمحوا لي. المهم كاع الناس اللي كيبغيونا والناس اللي تيحماقوا علينا حتى حنا تنموتوا عليكم تنحماقوا عليكم، ما تنساوناش من اللايكات التشجيعات ديالكم اخوتي، البارطاج، نبغي اخوتي تفرجوا في الفيديو من الاول حتى الاخر. كنعطيكم الف تحيه الف تقدير كيف ما قلت لكم داخل الوطن خارج ارض الوطن، شكرا لكم بزاف يا احلى ناس يا احلى متتبعين. الله يهدي ما خلق، هادشي اللي تنطلبوا خوتي. هاد الفيديو راني كنت سجلته فاش قلبت لقيت الصوت والو، انا نركب لكم الصوت. شكرا لكم جزيل الشكر، الله يخليكم لينا، نتوما اللي كتحفزونا، نتوما اللي كتزيدوا بينا القدام، التعاليق ديالكم يهمنا خوتي العزاز، وشكرا لكم جزيل الشكر.